صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. لو انت مش مشتركه او انت مش مشترك في القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكوا كل اشعار في كل فيديو بينزل على القناه. خلصنا كده المقدمه، خلصنا الحمد لله. النهارده هيكون معانا فيديو جديد، بس فيديو سبيشال افكت ميك اب. بس الحاجه الجديده اللي فيه ان بدل ما بيكون الميك اب في ايدي او في وشي بس او في عينيا، هيبقى راسي بوشي. هتقولي طب ازاي وانتي اصلا يعني حاطه حاجه على راسك؟ هحط الحاجه اللي انا هعملها هحطها زي ما هي كده، والحاجه دي محطوطه على شعري. يا اما لو ما نفعتش انا ممكن ما اصورش الحته دي عشان شعري ما يبانش يعني، واعملها واوريكم هتبقى عامله ازاي. يعني مش هشتغلها كلها طبعا وانا مش مصوره، بس في جزئيه لو ما ينفعش ان هي ما تت يعني ما تتعملش غير لما لازم اشيل الحاجه من على راسي، يبقى هعملها كده. بس هجرب معاكم الاول، لازم اظبط كده دي كده. بس هجرب معاكم الاول وهشوف لو نفعت نفعت، ما نفعتش خلاص. انا هستخدم الاسترتش ده اللي احنا بنستخدمه في لف الجبن من الحاجه دي، فان انا هحطه على راسي. فتعالوا بقى نشوف بقى ايه اللي هيحصل. وما تروحوش في حته، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، لايك وانتوا قاعدين كده هتدوسوا دوسه خلاص شكرا، وهتدوسوا دوسه على سبسكرايب خلاص شكرا، مش طالبه منكم اكتر من كده. يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في اخر الفيديو، يلا بينا.